اوتو فوكس عم نستفيد من عروضات كثير حلوه بكثير شهر رمضان، وكمان عندنا شركه جديده عم بتحط سياراتها باوتو فوكس الحلوه كثير، اكيد شركه ميتسوبيشي. ومعنا اليوم موجود توني خيرلا يلي هو سيلز مانجر بشركه ان ام سي، الوكاله الحصريه لشركه ميتسوبيشي. يعني عم نشوف سيارات كثير، وسيارات ميتسوبيشي دائما بالسوق مشهورين كثير بلبنان. قبل خلينا نتعرف اكثر على شركه ان ام سي، واكيد عن حضرتك يلي بتشتغل فيها. أول شيء ميرسي فيليب لاستضافتكم لنا هون بأوتو فوكس، نتشكركم جدا، البروجرام كثير ناجح وكثير حلو. ان ام سي هي شركة من ضمن مجموعة شركات بتشكل تقريبا 40% من السوق اللبناني، هالمجموعة عم تتطور وبتكبر لأنه عندها استراتيجي وحدة، وهي خدمة الزبون بأفضل طريقة ممكنة وتقديم الأفضل والأحسن مع أفضل الأسعار والنوعية والجودة. 100%. أنا أمسي نحن موجودين بالحازمية بالمين برانش تبعيتنا على دمسكوس رود، وعندنا فرع تاني بالزلقة، كما أنه عندنا وكلائنا بصيدا وصور وبشوف. اليوم عنا سيارة كثير حلوة يلي هي إذا فينا نقول it's an urban city car compact، أكيد بتخلي الأشخاص كلها يلي يمكن يكون أول سيارة لألون أو يمكن يكون economic سيارة لألون، وأول مرة عم نشوفها على بلاتو لبناني إذا فينا نقول يلي هو بلاتو أوتو فوكس. خبرنا أكثر، الميراج هي كانت تتصنع قبل أو هيدي أول سنة تتصنع فيها؟ فيليب هيدي السيارة هي أول مرة بتتصنع، وهي الكونسبت طبعا انعمل تكون سيارة economic. يعني من فكرة ميتسوبيشي من الأساس هي تعمل سيارة اقتصادية كومباكت بالشكل، بس هي منا كومباكت بالحجم. من جوا كتير واسعة، كتير مريحة، باللاج روم تبعيتها هي تقريبا التوب كلاس اللي موجود بالماركت، وشكلها يعني واضح. وهيدي في شغله كمان بدي اقولها، انه هي اول مره بتنزل السياره بلبنان وعلى التي في وباوتو فوكس. وبنشوف لونها الفانكي، اكيد دائما بتجي بعده الوان، واكيد رح نعرف اكثر عن الاوفر. بتجي بالوان مثل مثلا اصفر، سمعت؟ مزبوط، هي بتجي بالوان كلها فانكي، اصفر، ازرق، احمر، اخضر، البوب جرين كثير لون حلو مهضوم، ابيض، اسود، وطبيعي الالوان الباقيه اللي هو رمادي غامق فضي والاسود. ودائما كمان الشكل العصري كمان حتى على السيارات الصغيره، نعرف انه سيارات ميتسوبيشي دائما سيارات كثير حلوه، كمان الشكل العصري كثير وشوي اجريسيف اذا فينا نقول. دائما عندها الشيب يلي هي الفاميلي تبعيت ميتسوبيشي، بضل عندها دائما نفس اللوك من ميتسوبيشي يلي هي تقريبا بيستوحوها بكل سياراتنا، فاميليير لوك صحيح، يلي هي بتنطبق على تقريبا كل سيارات ميتسوبيشي، ان كان الشارك ديزاين او الفيش ديزاين، كلها هال يعني هالموديلات كلها من ميتسوبيشي، بتلاقيها نفس اللوك. يعني اذا عم نحكي سوشي لانه يعني شركه يابانيه، اذا بدك بس تشكيله سوشي مش سوشي ساده 100%. بقلب السياره وقت قعدت فيها كمان حسيت فيها غير اللاج سبيس، الهيد روم كمان، هيد سبيس صحيح مهم يلي اكيد لكل الاشخاص اللي بيقعدوا بقلبها حتى لو كانوا فاميلي بيساعوا بطريقه كثير مريحه. شكلها من برا من ورا اللون يمكن ببين صغيره، بس ابدا من جوا سبيشس، واكيد فيها كل الميزات. صحيح، ما هي الكونسبت تبعها مثل ما قلنا تكون سياره ايكونوميك، سياره لشاب اول مره بتروح على جامعته. Exactly. شاب بده او صبيه بدها تروح على شغلها، لعائله بدها كرمال قلب المدينه تسوق السياره تصفها ما يكون في مشكله بالباركينج. يعني هيدي السياره انعملت تتكون ايكونوميك كومباكت، هي فكرتها الاساسيه، ولكن هي بالاخر برجع بقول من جوا كثير واسعه، كثير مريحه، ومزبوط حجمها صغير بس فيها باور كثير كمان. يعني رح ندخل لداخلها هلا بس نشوف اكيد اكثر شكلها من جوا، وهون عم نشوف الشكل من ورا، بس خبرنا اكثر عن الاوفرز يلي عم نقدر نستفيد منهم بشهر رمضان. الاوفر نحن بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله بينعاد على الجميع، عاملين سبيشل اوفر عليها للسياره، وهي بتبلش ب 9999 دولار غير التسجيل والتفقه للفيرسيون يلي بتجي فيتاس عادي. فيتاس عادي اليوم اللي عم نشوفها هون هي اوتوماتيك. عم نشوفها هون اوتوماتيك. Exactly. اوتوماتيك. هلا اكيد من الفيتاس في عندنا كذا اوبشن بالاوتوماتيك كمان. هل الفيتاس عادي بتبلش فيتاس عادي مع ارباك، اربع ازاز كهرباء، سنترال لوك، مرايه كهرباء، وراديو سي دي، بتبلش ب 9999 دولار غير التسجيل والتفقه. من بعدها بتجي الفيرسيون يلي فيها اثنين ارباك مع اي بي اس واي بي دي، كمان اربع ازاز كهرباء، سنترال لوك، مرايه كهرباء، ودائما في اموبيلايزر بكل سيارات ميتسوبيشي، بتزيد تقريبا حوالي 1000 دولار كمان غير التسجيل والتفقه. والاوتوماتيك بيزيد فيها الاوتوماتيك بس. اكزاكتلي رح نفوت داخلها هيك بس نشوف اخر نظره عن الميراج اللي سياره كثير حلوه، واكيد نترككم تشوفوها للسياره. ومره جديده نقول لكم انه تزوروا الشورومز اللي موجودين تقريبا بكل لبنان. صحيح، الشورومز موجودين بحزميه، حزميه، موجودين بالزلقه على الهاي واي، موجودين بصيدا وصور، وموجودين بالشوف. واللي بحب يشرفنا اهلا وسهلا فيه، كمان فينا نعمل له تيست درايف على السياره
بكل صالة من صالاتنا الأساسية كانت يعني أو حزمية أو الزلقة. هيك ساعتها هو بياخد الفكرة اللي بحبه بيكونها عن سيارة ميتسوبيشي، يتأكد ساعتها من الباور، لأنه عم نحكي العالم أوقات بتخاف أو الزبون بيخاف أنه 1200 سي سي ممكن تكون سيارة مزبوط. بطيئة أو منها قوية. نحن ندعيهم للجميع يشرفوا على صالاتنا، يسوقوا السيارة ويتأكدوا من الباور تبعيتها. مرسي خير الله، ثانك يو. مرسي لك، مرسي لك. اليوم رح نترككم أكيد مع الميراج، ورح تشوفوا كمان ثالث أسبوع بأوتو فوكس سيارات من ميتسوبيشي، وأكيد بكرة غير سيارة. دايما زوروا wheelers.com.lb هالويب سايت اللي فيكم أكيد تشوفوا كل السيارات البراند نيو على السوق اللبناني، وكمان سيرتيفايد بري أوند كارز مع أكيد الميتسوبيشي ميراج. نترككم اليوم بأوتو فوكس.